السلام عليكم شباب، مرحبتين، كيف اموركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا اليوم عندنا نصيحه جديده، انا حبيت طبعا نتكلم فيها وطلبوها مني بعض الناس، فيما انني تكلمت على موضوع كيف نطلع الميه من الجسم. فشباب طبعا يستخدموا في المدرات، وما ادراك ما المدر؟ مدر البول طبعا، الله يعزكم. فانا ضروري مننبه على طريقه مدر البول، لان مع خبره الحمد لله وسنين اللي مرت بي شفت اخطاء بشكل غير عادي. وطبعا زي ما نعرف مدر البول من اخطر الاشياء الواحد يستخدمها في فتره البول، وخصوصا اذا كان ما يعرفش كيف يستخدمها، ممكن تسبب له مشاكل ونصير في موضوع كلى ما كلى وكذا. وفي هلبة شباب يعني للاسف خسروا الكلى متاعهم، وفي اللي دار ريبليسمنت يعني غير كلى وصارت لمواضيع. يعني تخيل واحد يعني ما عندهاش امكانيه يغير الكلى، فشين يصير فيه؟ بيقعد متلوح ولا قدر الله كذا. فانا شفت في مسيرتي نشوف في من الناس صور تبدا تستخدم في المدر ممكن 4 أسابيع قبل البطوله، وهذا اكبر خطا واكبر غلط. ليش يستخدموا في 4 أسابيع؟ لأنهم بدوا في الدايت أو بدوا في التجهيز للبطولة متأخرين. فلما يأخذ مدر هو في باله إنه يعني لما يسحب المية ما بين الجلد وبالعضلة وكذا يشوف إنه حسابه يعني صحيح، هو بي 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 بتبان العضلة أفضل وبتبان كذا، ولكن الفات دائما بيكون مغطي، فهو مش حارق الفات اللي مفروض يكون. بعدين المدر المفروض يستخدمه لمدة 2 أو 3 أيام، يسحب المية البسيطة وتبان العضلة ويبان كل شيء. فإذا أنك أنت مش مداير شغل ومش مداير دايت صح ومش بادي بكري في التجهيز، هنا المشكلة. تبدي في المدر يبدو فيه بكري، ومع ذلك ما يشربوش مية بكمية. أكبر خطأ تستخدم مدر البول وانت يعني تنقص المية ولا كده، وهذه المشكلة نشوفه فيها في الفترة الأخيرة. يبدأ يستخدم في المدر البول وبعدين فترة البطولة في الأخير يوقف المية. لما انت استخدمت واضطريت تستخدم مدر البول مستحيل نوقف المية نهائيا، لا المية ولا الملح، مستحيل احنا نوقفهم، ومعاش يوقف فيهم حد من سنين يعني. فإذا أنت وقفت المية اعتبر نفسك الكلاوي متاعك نضربه، إذا ما نضربوش المرة هذه المرة جاي حنضربه 100% ومن غير نقاش. وكذب اللي يقول لك إن الموضوع هذا يعني مش حيصير شيء، يكذب عليك. المرة الأولى ممكن تمشي وتنجى منها وربك يمشيك، المرة الثانية المرة الثالثة حينضربه الكلاوي متاعك، فتقعد في مشاكل ومشاكل كبيرة. المدر الواحد بيستخدمه ممكن يستخدمه يعني في اخر 4 أيام 5 أيام، يبدا بكميات بسيطه. انا ما ننصحكش طبعا، ولكن نقول لك اللي شفته واللي شاف، لان مش كل واحد يقدر يستخدم المدر. تبي تستخدم مدر وانت ماشي في الدايت، ماشي بشكل كويس ناشف، خلاص ما عندكش الا الشويه الاخيره اللي تسحبهم قبل البطوله، اول حاجه ما توقفش المية، بالعكس تخليك تشرب. مثلا انت كنت تشرب في 6 لترات في اليوم، نخليني نشرب 6 لترات في اليوم لغاية 6 ساعات او 7 ساعات اللي قبل اليوم البطولة. يعني في يوم البطولة مثلا، البطولة تاني يوم الصبح، من تو نبدأ ننقصه في 6 ساعات 8 ساعات، ماكسيموم بالكتير 12 ساعة نبدأ نقلل فيها بشوية المية. هنا المدر طبعا انت بتاخده 3 أيام قبل البطولة، نبدأ نستخدم في كميات بسيطة ونشوف. نراقب واحد يراقب نفسه، هو ما يقدرش يراقب نفسه، فهذا باش أنا ما ننصحش لما يكون عنده مدرب فاهم يشوف كيف يستخدم المدر، يبدأ يراقبه. أنا نعطيك شوية نعرف أنت خلاص، يعني نشوف كيف الرياكشن وكيف التفاعل المدر مع جسمي، ونخلي زي ما قلنا نخلي المية ونخلي الملح، ما مستحيل نحي الصوديوم ومستحيل نوقف المية. فنبدأ نراقب ونشوف، نستخدم مثلا كل 12 ساعة مثلا نسبة بسيطة، هي عادة ما يستخدمه في الألدكتون، نص الكمية نص حبة
يستخدمها مثلا اليوم نصف 3 الساعه 12 الساعه 12 في الليل قبل كذا تاخذ نص الثاني وتقعد تراقب نفسك وتشوف مرات ما تستحقش زياده. فالواحد على حسب كل واحد جسمه وكيف استعداده. ممكن انت تستخدم زي ما قلنا الألدكتون يوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث ممكن ثالث يوم ممكن تستخدم حبه قبل اليوم البطوله في نوع يقولوا له دايزايد هذا تستخدم منه شيء بسيط خلاص يسحب النهائي شيء بسيط جدا ربع الربع الحبه ربع الربع ممكن تستخدمه وينتهي الموضوع. وإياك توقف المية وقلنا المية وقفوها قبل البطولة ممكن قبل البطولة عندك قول 6 ساعات 12 ساعة ماكسيمم انت احنا نوقف شرب المية مش نوقف نقلل. فأنا اللي نشوف فيه وغلط الشباب ياخدوا في المدر ويوقفوا المية. تصور الكلية تتكرمش تكرميش الكلية يصير لها سريع وممكن يصير مع مرة مع اثنين مع ثلاثة يصير لها تليف وحنخسر موضوع الكلى. فنصيحة لكم شباب مستحيل مدامك انت اضطريت ومشيت انك انت بتاخذ الكلى بتاخذ المدر فالمية مستحيل نوقفها الملح مستحيل نوقف هادو اثنين ما نوقفهمش نهائيا. طبعا في من الناس شدير توقف المية وتاخذ المدر وبعدين ياخذ بوتاسيوم هنا الكارثة الكبرى ياخذ بوتاسيوم بعدين لما يفتح يشرب مية طبعا عضلة القلب البوتاسيوم هو بش البوتاسيوم طريقته انه يسحب المية كده ويدخلها في العضلة لان عضلة القلب هي عضلة ويدخلها ويصير كده ففي ممكن يصير انفجار في عضلة القلب وفي ناس صار لها وماتت توفت على طول. فالموضوع ما هو سهل الواحد اذا اضطر بياخذ الامور هذه يكون عن طريق مدرب ما يغامرش بالامور لان ما يستاهلش لعبتنا ما تستاهلش ان احنا نغامر عليها بالشكل زي هذا. يعني شنو اللي بنستفيده منه؟ يعني انت غمرت بنفسك على بطوله مثلا فيها 2000 دولار حق الكليه باش دير ريبليسمنت 70000 دولار 80000 دولار وما تحصلهاش. فقصدي الموضوع ما هو سهل صحتنا قبل كل شيء صحتنا قبل كل شيء ما نعرفوش. انا نعرف واحد من الشباب صديق قريب ليا يعني نعرفه وكيف وصارت له مشاكل في الكلى ودار ريبليسمنت يعني صار له تغيير في زوز الكلى ويبدا في المدر من 4 أسابيع قبل البطوله. ليش؟ لانه مش جاهز كويس فيقعد يسحب او يبي يزبط وزنه باش يوصل للوزن وكذا. قصدي ما نضطرش نبي نوصل لهدف معين نجهز نفسنا بطريقه صح نبي ننجح في الامتحان ضروري نقرا من بدايه السنه. نفس الشيء احنا بطولاتنا نبي كذا ما نقعدش راقد انا ونتكسل ومش عارف ايه وكذا وبعدين نجي اخر 3 أسابيع ويقول لك انا بنجهزت في 4 أسابيع انا جهزت في 6 أسابيع اوكي ممكن تجهز ولكن خديت دمار شامل حطيته في جسمك وكنت انت مفروض تكون بعيد عنه. يعني تستغنى لو بديت بكري لو تعبت نط الصبح مش مكله لو اني جهزت البطولة لمدة 6 شهور شو المشكلة؟ صحيح تعب صحيح كذا ولكن صحتي اهم شيء. واحد يقول لك خير الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وانتم شفتوا لا عند كذا الحمد لله اخر بطوله كذا في العمر وواحد في سنه ما زال قاعد يتطور. ليش؟ حريص جدا على شن ناخذ شن ما ناخذش كيف ندير كيف نستخدم الواحد يخدم عقله. فالحمد لله انا قاعد لليوم ان شاء الله قاعد نجهز الاولمبيا بعد عندنا 10 أسابيع وان شاء الله حنكون بشكل كذا. فالناس مستغربه يقول لك دائما كاين حريص الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله رب العالمين الواحد كان دائما حريص وبالعقل. شباب احنا ممكن ما نتقفش زياده صحيح الاعلام ما هوش يعني بشكل كبير في ناس فعلا ما تفهمش باللغه الانجليزيه فانا ليش اضطريت ان انا اتكلم بالعربي ولو ان في توه تجيني مسجات يقول ليش ما تتكلمش بالانجليزي بعض شباب اجانب بعض شباب من الهند من كذا يعني يتابعوا فيا وكذا فاحترنا في الموضوع ولكن شبابنا العربي فعلا ناس مقصرين فعلا الاعلام ناقصين معلومه. نصيحه ان زي ما حكينا في موضوع المدر استخدامه 5 أيام بالكثير 4 أيام 3 أيام ينف. نبدا زي ما قلنا بالدكتور بنص نص نبدأ في نص نشوف كذا بس ضروري ما يكون عندك شخص مراقب
صاروخ اللي عندكم شخص يراقبكم يعرف ان خلاص احنا سحبنا الكميه المميه اللي نبي نسحبها. ما نقولش نسحب ناخذ بزياده اننا بننشف ويصير دمار ونسحب الميه من العضله. لو وصلنا احنا لان سحب الميه من العضله ما احنا رحنا. هذا ليش احنا نقول لك ما نوقفش الميه نهائيا، ما دامك استخدمت المدر ما نوقفش الميه الا في خلال 6 ساعات او 12 ساعه ماكسيموم، ونقللها تقليل نقللها تقليل. وبرضه زي ما قلنا نخلي مع كل وجبه نشرب احنا نشرب شيء بسيط في 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 اليوم مع كل وجباتنا شويه 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 نشوف نفسي. فاحنا لما نشوف خلاص سحبنا الميه اللي نبي نسحبها ما بين الجلد والعضل، ما هو في اللي يقول لك انا حسابها كذا، في اللي انت عندك فات انت مش جاهز، انت بادي متاخر ما تقدر تسحب الفات مستحيل. لما تاخذ مدر يزيد الطين بله وتبان على الستيج فلات، يعني زي الالمس هيك، ولكنك انت فات، هو مش فلات، هو انت فات، يعني فيك فات، الفات ما يتنحاش، الميه سحبناها اوكي بس الفات بيقعد موجود، المدر لا. وزي ما ضروري ما نخليناش نوقفش الميه، الميه نستمر فيها باش الواحد لا قدر الله ما يصيرلاش موضوع الجفاف والكلى ونصير في موضوع احنا غنيا عنه. ونحاول نقدر الامكان نستخدم، اذا بنستخدم الحاجه هذه بيكون عن طريق شخص فاهم وعارف طريقه وعارف شنو المدرات اللي هم المفروض ياخذها. وموضوع زي ما قلنا الصوديوم ولما توقف الميه والبوتاسيوم موضوع خطير شباب، فديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم، الموضوع ما هو سهل. انا حبيت بعجاله نشرح في هذا الموضوع. فزي ما قلنا يعني المواد يعني في كثير طبعا هم من المدرات، ولكن زي ما قلنا نبدأ بالألدكتون شيء خفيف، وبعدين الدايزايد لأن الدايزايد قوية قوية جدا، شيء بسيط نضطر يوم مثلا الليلة اللي قبل البطولة شيء بسيط، وبعدها خلاص نوقف نهائيا. طبعا ناكل مكلتنا العادي اللودنج عادي. بالنسبة للودنج تسأل شباب كيف اللودنج، ما دامك أنت واصل لمرحلة وأمورك معناها خلاص تحس في نفسك كويس، اللودن ما نفتحش وناكل ماكله مش عارف ايه، لا لا لا، نزيد كميات الكربوهيدرات النظيف اللي كنت ناكل فيه في خلال السنه ولا في خلال تجهيزي ولا كذا نزودها. طبعا احنا لما نقصناها الفتره الاخيره نزودها في فتره اللودن في يومين او ثلاثة ايام التحميل، نزود الكميه الكارب نضيف، بس ممكن ناخذ شويه سكريات يوم البطوله. هنا نكون تمام 100%، ما خديناش اشياء ما كناش ناخذ فيها، الجسم يصير له تلخبيط، ما كانش ياخذ في المواد هذه يصير له موضوع تخربط وكذا، بيحبس ماي وبشد الموضوع. فاحنا نحاول نستغنوا عنه، ناخذوا اللودنج يكون نظيف بالاكل نفس الكارب. اذا كنت تاكل في الرز وبطاطا خلينا نزيد كميه بالرز والبطاطا زي ما قلنا، بعدين ممكن شويه سكريات ناشفه مثلا شويه كيك اللهم شويه سكر قبل الستيج بساعة بنص ساعة وكذا، اللهم يعطيني شوية بامب شوية انرجي ونطلع على الستيج وتكون الامور في السيف سايد ان شاء الله. طبعا شباب في هنا طبعا نقرا بعض الاسئلة اللي كانت الشباب يسألوا فيها على المعلومات. طبعا ما اقدرش ما شاء الله الكل يسأل يعني بشكل كبير، فبنحاول ناخذ 4-5 اسئلة ونجاوبهم ان شاء الله. طبعا محمد احمد عبد الله يسال على الكارديو. شباب موضوع الكارديو، في طبعا الناس شفان وامتى نلعب كارديو وامتى كذا، لما نبدا بدري في تجهيز البطوله ما نستحقش اننا ندير كارديو بشكل كبير. انا بادي كويس، انا حاليا الحمد لله يعني عندي بطولتي بعد 6 اسابيع، كان ندير في نص ساعه بس كارديو وندير فيها في الليل، مش حتى على الصبح امتي ستومك ولا اول حاجه الصبح وكذا، نص ساعه ايش خلاص جاهز، اللهم كارديو نحرك في الدورة الدموية عضلة القلب وكذا وبس، يعني ان كارديو كصحة لينا، ما نجيش مثلا متأخر وبعدين ندير كارديو مثلا ساعة ونص ساعتين ساعة مش عارف شنو كذا، يصير ارهاق واجهاد للرجل. فاحنا ضروري ما نعرفه بالضبط امتى ان احنا درنا زيادة، مرات تدير زيادة كارديو صور يخدم بالعكس، يصير في ارهاق ما عادش يشتغل، تحس بارهاق، تحس برجليك يصير فيهم ارهاق اكثر من اللازم، زي الجسم يحبس ماء يشد ميه يعني يشد الميه. فنعرفه بالضبط امتى نديره كارديو، لما نحس بالم وفي ضغط على الرجل نحس بها يعني فيها الم
ضروري ما نوقف الكارديو ولو يومين ثلاثة أيام أو ندير شيء بسيط مشي عادي جدا وبعدين نرجع بشوية بشوية. فالكارديو يعني أفضل كارديو بالنسبة للكارديو أكيد طبعا لو واحد بيحرق الدهون هو صايم أول ما ينوض الصبح يطلع يدير الكارديو بتاعه وبعدين يجي يفطر. وبعد التمرين أفضل كارديو الفترة اللي بنديروها لحرق الدهون في الفترتين هذه إن شاء الله. طبعا عبد العجالي قال طبعا يسأل عليه نبو جدول التمرين لجماعة الستة شهور والسبعة شهور يعني جدول مع التمرين والجولات وأي أحسن تتمرن لكل عضلة. التمرين أوكي بالنسبة للتمرين جماعة خلاص احنا وصلنا لستة شهور وخشينا في الستة شهور نتوقع ان عضلة نمرنها مرة في الأسبوع بزيادة وكافي. عدد الجولات طبعا التمرينات بنكون من 4 ل 5 مثلا للبايسبس والترايسبس العضلة الصغيرة 4 حركات بالزايد كافيات 4 حركات. بالنسبة للصدر الأكتاف من 5 حركات. الرجلين طبعا يفضل ان احنا الرجل نقسمها نلعب رجل امامي بروحها ورجل خلفي بروحها لان الرجل يعني نبي نلعب لها مثلا 3 امامي و3 خلفي فمع تركيز مع كذا بتكون فترة طويلة فاحنا نتمرنها بروحها. نتمرن 5 ايام في الاسبوع ويومين سوري 6 ايام في الاسبوع وناخذ يوم راحة. نقدر ناخذ مثلا نتمرن 3 ايام ويوم راحة او ندير يوم الويكند هو يوم الجمعة او يوم الويكند عندكم في اي دولة يوم الويكند هذاك نديره يوم راحة. هذا في حالة الواحد لما بيكون بيجهز لبطولة او عنده بطولة. بتكون انت مثلا في الاوف سيزن او كده نقدر ندير 5 ايام ويومين راحة اللي هو الويكند. الرجل نقدر نتمرنها مرة واحدة ولكن بنعطيها 3 أمامي و3 خلفي أوكي بتطوال المدة ولكن أنت كنت في الأوف سيزن يكون عندك الباور أكتر يكون عندك يعني في عندك باور تقدر أكتر من ساعة ونص والتمارين ما يفوتش أكتر من 45 ساعة بالكثير وخصوصا في الباي وترايف الصدر في الأكتاف ساعة. الظهر ممكن أطول شوية لأن احنا عضل الظهر كبيرة وتبي جهاد أكتر والرجل نفس الشيء ممكن يوصل لغاية الساعة ونص. أكثر من ساعة وربع وساعة ونص في التمارين معناتها أنك أنت تتكلم وتمارينك مش هتستفيد منها نهائيا لأن عملية الدم احنا لما يكون الدم ضاخة في العضلة دائما بنقول خلاص الدم موجود في العضلة نكمل واحد بواحد فترة الراحة. وأنا معي زميلي يعني هو يخش على طول أنا بعده هو يطلع أنا نخش ويطلع هذه هي بس الراحة أنا في لما أبدأ هو أنه يتمرن وعلى طول ضخ دم في العضلة لين نكمل ونريح تقعد العضلة من فوق. لما أنت تريح أكثر من اللزوم تبرد الدم ينزل كذا الموضوع مش كذا. فنحاول بقدر الإمكان زي ما قلنا ساعة ونص ماكسيمم بالتمارين بتاعي نكون مخلص موضوع التمارين إن شاء الله. كابتن ممكن تشرح على التمر والحليب وفوّدهم سؤال جدا كويس لان التمر انا من معجبين التمر ومن مخرومين يعني اللي ما عنديش يعني اي حد يسالني يقول لي انت شن تبي وانا مثل حد من الشباب الله يذكرهم بخير اصحابنا في السعوديه ولا اصحابنا من ليبيا ولا اي حد جايني من الجزائر من دول اللي معروفه فيها التمور يعرفوني يقولي لي بعد التمر شن تبي. فانا من جدا التمر هذا عندي كذا وفعلا فيه فوائد كبيرة وفي عندي سيكرت أنا ندير فيها وناجحة معي وماشي معي ككمال. واحدة من الأشياء اللي شباب نشوفه لما الواحد جسمه يوقف يصير لستك ما عادش يقدر وخصوصا في البطولات وندير فيها في البطولات هذه وهذه هو عصري. التمر سبحان الله أنا يمشي معي ممكن أنتم ما يمشيش معاكم ولكن ممكن واحد يجربها لما الخمسة سبيع ستة سبيع الأخيرات يصير في ستك في الجسم مثلا هنا في اللور باك لما تقعد شوية في اللوطة تحت كده أو في الجلوتس في شوية الجلدة سميكة ستخينة شوية تقعد كده. أنا إيش ندير
نجي ناخذ لي مثلا نص كيلو تمر قبل النوم، قبل النوم نجي بعد ما نكمل وجباتي قبل النوم ناخذ لي نص كيلو تمر وناكله ونرقد. لما نرقد في الليل نعرق بشكل غير عادي، بشكل غير عادي نعرق يعني عرق غير عادي، ونوض الصبح لما نوض الصبح ونمشي للتمرين نحصل في بمب غير عادي، ونلقى اللور باك او الاذاف هذه نقصت. فحتى لما ندير صور لمدرب كريس وكذا، لما انا بعت له صور ذاك اليوم يقول لي انت اليوم شنو يعني افضل مره نشوفك، فلان احنا نديروا في صور كل يومين ثلاثه، كل يومين صوره، كل يومين صوره. لما ندير في الحركه هذه طبعا ما نقولهاش عليها انا فتعتبر زي السرقه، ولكن ماشيه معي. مره مره ندير فيها، ندير فيها هي وندير في الشوفان. ناخذ في الشوفان مثلا 2 كبس كبين، ونخلطهم نفس الشيء في الميه، ونحط عليهم قرفه القرفه المرحيه وشويه سكرينه، وناكلهم بشويه بشويه، ونخش للفراش نرقد. فلما يصير لك سك هنا انك انت اخذت كميه زياده كاربو، كاربو نظيف، فالجسم في الليل بيعافر. صدقوني شباب بتصير عرق، بتعرق عرقه غير عاديه، وهالمناطق هذه حتلقاها نقصت وخف الموضوع، وعندك بومب والعضله يعني صار فيها انتعاش غير عادي. طبعا هذه مش ديما، مثلا الواحد يديرها مره 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 يديرها فبتشتغل، بتشتغل مزبوط. فهذا التمر. الحليب طبعا احنا لينا احنا تمر وحليب، ما فيش يعني راهو في الدايت بتاعنا ما فيش تمر وحليب ما فيش، ولكن في الاوف سيزن مثلا او في الفتره كذا نقدر مع كل وجبه ناخذ لي 3-4 تمرات لا باس به، ما فيش اي اشكاليه عادي نقدر ندخله، ولكن في الجدول كذا ما ندخله. الحليب طبعا نهائيا ما نشرب حليب في الاوف سيزن. اوكي ممكن تخلط حليب مره مره يعني بتخلط به الشوفان او كذا، اكيد الطعم بيكون افضل، ولكن للاسف احنا كذا ليش ان موضوع اللاكتوز عالي فيه وموضوع الهضم وكذا، وخصوصا للناس الكبار في السن يعني بيكون جدا صعب يعني. فالحليب والتمر، التمر زي ما قلنا يعني مره مره نديروا به في رعشه للجسم بتمشي الامور ان شاء الله. طبعا شباب يبوا تمارين وجدول خاص كيف نتمرن العضلات ان شاء الله ان شاء الله. تكلمت انا واحد من الشباب في الصاله وحنديروا مره مره، حندير لكم تمارين الباي، شنو التمارينات كيف وكذا، اللي حد عنده مثلا البايسبس ضعيف او منطقه ضعيفه ورفا كيف يمرنها وكيف كذا، ان شاء الله حننزل فيديوهات يعني دايرين عليه برنامج هذا ان شاء الله خير ان شاء الله. طبعا واحد يسأل فيها يقول لي كيف الاكل نوزنه قبل الصدور، يعني نوزنه قبل الطبخ او بعد الطبخ. انا شخصيا نوزن فيه قبل الطبخ، يعني اوكي ممكن كميه تنقص بسيطه، ولكن ما هياش معادله، ما هواش حاجه كبيره. انا نوزن فيه قبل الطبخ بالنسبة للبروتين والبروتين متاعي. بالنسبة للكارب نفس الشيء، مثل البطاطا نوزنها قبل الطبخ ونحطها في كذا، مش حتنقص كمية متاعها. هو فرق في موضوع الرز والشوفان. الشوفان طبعا الرز نحدد فيه بموضوع الكب اللي عندي مثلا كب طايب، هذا نوزن فيه به هو أنا في حدود 100 جرام تقريبا، يكون 40 جرام فيه الكربوهيدرات الكواليتي كارب. نفس الشيء الشوفان، نفس الشيء ني بس ناخذ كم، لما يكون ني تقريبا نفس الشيء بيعطيني 45 لل 50 جرام بالنسبه للشوفان. اما البروتين انا نوزن فيه، انا شخصيا نوزن فيه، في ناس توزن فيه بعد الطبخ طبعا بيكون اكيد لان الميه بتنقص عنده، فبيكون الكميه شويه اكثر، ما هياش دقيقه جدا، ما هياش حاجه يعني صراحه. أنا شخصيا أنا نطبخ فيه، أنا نوزن فيه كده قبل الأكل وقبل الطبخ،
وما فيش أي إشكالية يعني. طبعا هنا شباب يتكلموا على واحد من الشباب يسأل على مؤيد بن موسى، يسأل على الفوليوم تريننج والانتنسيتي تريننج. فاحنا انت الافضل انك انت تتمرنهم الزوز. انا مش من الناس اللي نلعب الترين تو فيلير. تو فيلير هذه يعني انني ما عادش خلاص نرهق العضله بشكل لا يوصف ونقعد نو. انا بالنسبه لي انا ما نلعبش في الامور هذه. هذه ممكن تسبب لي اصابات. انا لما نكون داير وزن مثلا رزين ونقعد ندهك اكثر تفيل لان انا ما عادش نقدر، فنقعد نضغط على نفسي. هذه ما كده اوكي فوليوم يس، ندير وزن كويس مسرع مش خفيف، وزن معقول، وندير به مثلا فوليوم. كيف فوليوم ندير به؟ لما نوصل مثلا احنا مثلا ندير في الصدر 100 كيلو، هذا الماكسيمم نتاعي يعني 100 كيلو. خلاص نسخن لما نوصل لل 100 كيلو هنا ندير 3 جلسات 15 تكرارة. هنا فوليوم 3 جلسات 15 تكرارة بتكنيك غير عادي، سلو وسلو اب، سلو داون سلو، يعني فيري سلو، يعني بالراحة. هنا هذا عندنا الفوليوم تريننج في كل عضلة وفي كل حركة نفس الشيء. ندير نسخن نوصل للوزن الماكسيموم وبعدين ندير 3 جلسات في الوزن اللي هو الماكسيموم تاعي 15، ندير به 15 تكرار. ندير 2 ممكن الثالثة خلاص حسيت روحي كده ننقص الوزن شوية. فمثلا انا عندي 100 ندير 80 وندير مثلا 20 تكرارة، فمكان ندير 15 نزيد التكرار نديرها 20 تكرارة. بس نقدر انا ندير اكثر 30 للفلين معش نقدر نو no. انا ما نديرش فيها الحركات هذه. ممكن مرة الواحد ها، اما لكن انا طريقتي اللي هي فوليوم ومعروفة عليا، وحتى هنا في امريكا تو الشباب وكذا كلها تتمرن معي الفوليوم. انهم ما يتمرنوش فوليوم، يتمرنوا بتمارين كذا وبعدين يتمرنوا مصل تو فيلير، يعني يتمرنوا بشوية التكرارات 6-8 من يوصل الوزن كده يدير جلسة واحدة ويدير قداش ما يقدر. هنا نتوقع هنا الجيل إصابات وهنا المشاكل تصير. فالفوليوم صراحة أفضل شيء. انتنسيتي زي ما قلنا نفس طريقتي هذه، هي انتنسيتي وكده سريعة، والسريع طبعا 1-1-1-1. فهنا أنا نشوف هذه أفضل طريقة نتفادى من الإصابات، نتفادى من الموضوع هذا. يعني لما الحركة تكون ما نقدرش ندير بها أقل حاجة 10، الوزن ما نقدرش بيه 10، أنا ما نستريحش في التمارين وما يمشيش معي صراحة. نشوف سؤال تاني إن شاء الله. في واحد قال لك عبد المؤمن كابتن كما كابتن واحد في كثير متخصص في التغذيه يقول لي لا متخلط دهون مع كارب حتى لو كان دهون صحيه، ومدربين يقولون قليل من الدهون مع الكارب للتحكم بسكر الدم، يعني بالخصوص الكربوهيدرات للشخص طبيعي على معده فاضيه. موضوع الفات والامور هذه، شوف شباب طبعا الفات الواحد لما بينشف التنشيف، طبعا هذا بيكون اخر سؤال باش ما نطولوش الحلقه. موضوع التنشيف الفات في فتره التنشيف، انا شخصيا ما ناخذش في فات نهائيا. الفات اللي موجود مثلا في تشيكن بريست فيه نسبه بسيطه من الفات، في اللحم اللي ناكل فيه، او من السلمون الحوت السلمون اللي هو فيه الاوميجا 3 الفات، او من البيض ناخذ اللي معانا هنا، ناخذ مثلا 12 بيضه 2 منهم يكونوا كاملات الصفر، هذا الفات بتاعي. اوكي في الاوف سيزن في الناس تحط في المكسرات، في تحط في الفول السوداني، في يحط لك في امور يعني
امور ثانيه اللي هو الفات الصحي، انا ما نديرش فيها الحركات مره بعد قداش يجي في خاطري زي ما تقول الواحد يتوحم ولا whatever، يعني تصير حاجه كذا نبي نغير كسر ما ندير، انا ما نديرش فيها، انا ما نديرش فيها. ممكن واحد وزنه ضعيف يبي يزيد وزنه، اوكي لا باس به يزيد او كذا. انا ما نخلطش الفات لما يكون عندي مثلا يوم معزوم واضطريت اني نمشي لعزومه وجاي خاطري نبي ناكل، فتلقى مدايرين اللحم ورز وهذه والامور هذه. هنا لما يكون الاكل غير صحي، غير صحي اللي هو مثلا المكبوس الكبسه اللي يقولوا لها خليج وكذا، تحط لك اللحم كذا ومعاه مش عارف ايه ورز والامور هذيك، اللحم مش حم وخزقيطه كامله خروف وكذا، هنا صحيح. لما نخلط هذاك الشحم مع الرز مع الك، هنا كارثه، هنا صحيح. ما تبيش جسمك يمسك، ما تخلطش الشحم والوداء في الامور هذه. لكن لما يكون صحي كول، توكل على ربي، ما نكون الاكل نظيف وماكلتك الكارب يكون نظيفه والفات صحي، ما زي ما قلنا من البياض البيض او من شويه من المكسرات، ما فيش اي مشكله في نظام. اوكي ممكن عندي تغذيه ثانيه الله اعلم، هل بناس مثلا في رياضات تانية، اما نتكلم عن رياضة البولي بيلدينج كمال لسام ما عندناش اي مشكلة تخلط الموضوع هذه شوي الفات الصحي، مثلا الفات السلمون مثلا فيه نسبة فات لا بأس بها، نخلط فيه مع الرز تاكله عادي ما فيش مشكلة يكون نظيف. اما لما قلنا الكبسة واللحم ومثلا اللحم الشواء المشوي وتاكل معه خبزة ولا لا، هنا مفروض نجنب. اوكي جدني خاطري في شويات ناخذ لحم مشوي خروف، ناكل لحم بس وسلطه، ما نقربش اي كربوهيدرات. حتى الدايت وانت في دايت مش حيدير لك ولا شيء، ولا شيء زيرو، شيء بسيط ممكن مش حيدير لك ولا حاجه. هنا اللي ما نخلطش الفات لما تكون زي ما قلنا كبسه والامور هذيك، اما اذا كان الاكل صحي ما فيش اي اشكاليه نخلط الموضوع، نخلط عادي الاكل ما عندناش اي مشكله. احنا ساعات ما احنا في ناس تحط في الافوكادو، تحط في كده مع الاكل، تحط في زي ما قلنا تقول فول السوداني، تحط يعني فول السوداني انا الاول ما ناخذش فيه، ولكن شويه مكسرات، زيت زيتون عادي، زيت زيتون ما فيش اي اشكاليه، فما فيش مشكله لما يكون فات نظيف واكل الدايت ماكله نظيفه اللي هي ماكله بادي بيلدينج نظيفه لا بأس. الأكل الثاني صحيح صح، جي خاطري مثلا زي ما قلنا في كبسة ناكل لحم بس، ما ناكلش رز ما نخلطهمش، ممكن ناكل لحم بس بعد ساعة ساعة ونص بنجي ناكل رز بروحة، اللهم باركنا شوية بروحة، ما نخليش ما نخلطهمش مع بعضهم، نقسمهم يعني شوية هيك، يعني نخلي مساء فترة وقت لا بأس به ما بيناتهم إن شاء الله. شباب إن شاء الله سامحونا معلش كان طولنا، وإن شاء الله نكون شرحنا لكم على موضوع الشباب اللي هم يتكلموا على المضرات وكيف استخدامهم. فيديوهات إن شاء الله جاية أكيد لعند البطولة، حتكون في أكيد فيديوهات تانية إن شاء الله، نحاول بكل قدر الإمكان كل أسبوع نديروا فيديو. إذا عجبكم الفيديو، إذا استفدتوا منه طبعا أكيد شاركوا الصفحة وابعتوه لأصحابكم خليه يستفيدوا ونستفيدوا كلنا.